50,000 ننهي هذه الأزمة الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية. كيف نرى هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في أوكرانيا ويحاصرون بآليات عسكرية وحشود عسكرية؟ المعمار والبنية الأمنية في أوروبا مهمة، كان هناك أعراف وقوانين تم الاتفاق عليها ولم تعد تجدي نفعا الآن مع هذه التهديدات. هناك تهديدات جديدة في الوقت الحالي، ولذلك علينا إيجاد حلول جديدة. كما نعرف الأمر مماثل لكيفية إيجاد دواء جديد لسعال جديد بأدوية جديدة وليست أدوية قديمة. ولذلك هناك بعض الدول ترتكب جرائم في حال أن الدول الأخرى تريد حل المشكلات. من الرمزي أن أقف بين أيديكم هنا. قبل 15 سنة كانت روسيا الاتحادية قد أدلت بخطاب أمام المجتمع الدولي. كيف رد العالم في السابق عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم واجتاحت بلدي؟ في ذلك الوقت قام العالم بالتهدئة والتخفيف، لكن الآن مرة أخرى نرى أن روسيا تريد أن تضم أراضي أخرى لا تنتمي إليها، والمجتمع الدولي كان قد ترك مسألة ضم شبه جزيرة القرم ولم تتم محاسبة روسيا. كانت أنجيلا ميركل هنا على هذه المنصة وكانت تقول إنها تحاول أن تلملم هذه الأجزاء من هذه المتاهة التي استحدثتها روسيا بغزوها لشبه جزيرة القرم. ذلك الغزو لشبه جزيرة القرم أدى إلى ردود فعل، والآن الأمر يتكرر. هناك بنية أمنية لأوروبا تتعرض للتهديد، وأصبح الوقت متأخرا للحديث عن إصلاح الوضع. كان هناك مناسبتان دفعنا فيهما ثمنا باهظا في الحرب العالميتين الأولى والثانية، ولا نريد أن يكون هناك توجه في هذا الاتجاه حيث يموت الملايين من الأشخاص ويخلق وينشأ نظام عالمي جديد بهذا الاتجاه. في الأمم المتحدة خاطبناها وقلنا إنه ليس دوري في القرن الحادي والعشرين أن نقول إن هذه ضربة لأوكرانيا فقط، وإنما هذه صفعة للعالم برمته للمجتمع الدولي بكامله. لأنه من سمعني في 2020 و2021 كنت أتحدث عن هذه النوايا الروسية، والآن يتبين أن الأمر صحيح ولم يكن مجرد افتراض أو تخمين. لذلك نحتاج تصرفا وتحركا. العالم يجب أن يتحرك. نحن سنحمي بلدنا سواء بدعم شركائنا أو بغير دعمهم. نحن مستعدون، ونحن أيضا نثمن الدعم الذي يقدم لنا، لكن الأمر لا يتعلق بمنح وتبرعات نستجديها، وإنما نحن كأوكرانيا سندافع عن أنفسنا ونشكر إسهامات الأوروبيين والمجتمع الدولي، لأن أوكرانيا كانت درعا يقي أوروبا من أي هجمات لعقود. ولذلك أعتقد أنه بالنسبة للأوروبيين نحن نعرف أننا نوجد في أوروبا، وأنه كانت لتكون هناك صواريخ قد تصل إلى الجيران الأوروبيين. والآن نحن في أوكرانيا نرى ما يحدث في منطقة دونباس، وهناك قصف جرى على بعض الأماكن في أوكرانيا. لا دولة في أوروبا تريد رؤية الجنائز بسبب القصف، ولكن نحن
نريد أن يكون هناك حقن للدماء، لا نريد أن يكون هناك أسر تؤبن ضحاياها من الجنود الأوكرانيين. نحن لدينا الآن 150 ألف جندي جاهزون، ونحن للدفاع عن بلدنا لا نحتاج إلى معرفة عددنا وعتادنا، لكن نريد أن نعرف كم أوكراني مستعد للدفاع عن أرضه. وبطبيعة الحال نحن سندافع ونحمي أرضنا، وفي 16 فبراير كنا مستعدين، وحتى تواريخ أخرى في مارس أو فبراير سنكون مستعدين للدفاع عن أرضنا فيها. غدا سيكون هناك الذكرى التي يخلد فيها الأوكرانيون ذلك الخيار والاختيار الذي اتخذوه من أجل تقرير مصيرهم. أوكرانيا يجب أن تطالب اعتراف الأوروبيين. منذ متى كانت روسيا تملي على أوكرانيا؟ ما الذي تفعله في أوروبا؟ أوروبا هي التي يجب أن تظهر أن روسيا مخطئة. في الواقع روسيا هي التي يجب أن تبين لروسيا أن مواطنين هم يريدون أوكرانيا أن تنضم للاتحاد الأوروبي. لماذا نتجاهل هذه المسألة؟ ألا تستحق أوكرانيا أن تتلقى أجوبة واضحة؟ الأمر نفسه ينطبق على حلف شمال الأطلسي. نسمع أن هناك الباب المفتوح، لكن هذا الأمر ليس ممكنا إلى الآن. لذلك إذا كان أعضاء في حلف شمال الأطلسي لا يريدون انضمامنا ليقولوها علنا، عندما تتحدثون عن الباب المفتوح يجب أن يكون ذلك عمليا وملموسا. هناك عدد من الأسئلة المطروحة الآن. ألا يجب أن يكون هناك وقت للحقيقة؟ وكلما كان ذلك عاجلا كلما كان أفضل. كانت هناك قمة في مدريد وتم القول إن أوكرانيا مرحب بها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعدما حدث من ضم لشبه جزيرة القرم. جيد أن نسمع ذلك، لكن لم يتم تفعيل المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي، تلك الإجراءات للحماية وليس للهجوم. منطقة دونباس وكيف يمكن الدفاع عنها، وكذلك رباعية نورماندي واتفاق مينسك واتفاق نورماندي، وأيضا وحدة الأراضي الأوكرانية والدفاع عن استقلال بلادنا. نحن نفضل بطبيعة الحال الحل الدبلوماسي وليس النزاع العسكري، لكن نريد أيضا أن يكون هناك احترام للقانون الدولي. هناك إذن وقائع عدة فيما يخص اتفاق مينسك. كان هناك اتفاق مع المستشارية الألمانية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأوكرانيا تحترم اتفاق مينسك، ونحن نواصل ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات الروسية احتراما لاتفاق مينسك، ولم نرد على تلك الأعمال للقصف التي استهدفت جنودا ومدنيين ودمرت بنى تحتية. الأيام القليلة الماضية أصبحت رمزية. كانت هناك غارات مكثفة شنت، وكان ذلك انتهاكا لاتفاق مينسك، وهذا بين لكل المراقبين والملاحظين، ويمكن أن يزوروا الأراضي الأوكرانية ويروا ما الذي يحدث. حتى الممر الإنساني بعدها أصبح يغلق، وأنا تواصلت مع بعض منظمات العمل الإنساني وأولئك الذين هم معنيون بإطلاق الأسرى والمعتقلين. وبالرغم من أن أوكرانيا تتشارك قائمة الأشخاص المعتقلين، ومع ذلك ما يزال هناك أشخاص في السجن في دونيتسك. هناك انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان. في نوفمبر كان هناك منفذان فتح في لوغانسك ودونيتسك،
تمت عرقلة عملهما تحت ذريعة مختلفة وواهية. ونحن كنا نريد أن يكون هناك حوارات سياسية في إطار اتفاق مينسك، ونحن قدمنا مسودة، لكن كل شيء يعرقل ولا أحد يتحدث عن المقترحات التي قدمناها. أوكرانيا تطالب بوقف عرقلة مسار الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه نحن نقول إننا لسنا مستعدون فقط للدبلوماسية والسلم، رغم أننا نريد أن نفعل كل المنصات والأطر، اتفاق مينسك وقمة برشلونة ومبادرات بكين وكل المبادرات الممكنة. هناك أربعة بلدان قد توجد في هذه المحادثات أو أكثر، لا يهم ما دامت أوكرانيا وروسيا حاضرتان وتريدان الحوار. العالم يريد السلام، ونحن نريد أن نعيد الاستقرار ووحدة أراضينا، وكذلك الحفاظ على حدودنا. وبطبيعة الحال لن نسمح بنشوب حرب شاملة بين روسيا وأوروبا والغرب، لكن من حق كل دولة أن تدافع عن نفسها. أود أن أذكر بأن المادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي وتفعيلها سيكون أفضل من الحديث عن مذكرة بودابست. وأيضا نحن نعرف أنه تم الحديث عن الضمانات الأمنية، ليس لدينا سلاح نووي، ونحن فقدنا جزءا من أراضينا وأكبر من مساحة سويسرا وبلجيكا. هناك آلاف الأشخاص قتلوا وفقدوا أرواحهم، لكن ما يزال لدينا الحق في القول إنه يمكن أن نصل إلى التهدئة ونهج سياسة من أجل أن نصل إلى الأمن والاستقرار. منذ 2014 ثلاث مرات حاولت أوكرانيا أن تقوم بالتهدئة ودعوة الجهات المعنية من أجل احترام اتفاق بودابست، ثلاث مرات أفضت إلى فشل ولم يتم الاستجابة لمطالبنا. كرئيس لأوكرانيا أقول إننا نقول للمرة الأخيرة، ندعو إلى تفعيل مذكرة بودابست، ونطالب بأن يكون هناك اجتماع مع قادة ورؤساء الوزراء، ونعتقد أن مذكرة بودابست لم تجدي ولا تجدي، وكل ما حدث في 1994 تم تفريط فيه الآن. بالمقابل أنا أطالب بأن يكون هناك قمة لمجلس الأمن بمشاركة تركيا وألمانيا، وذلك من أجل حل المشكلات الأمنية في أوروبا، وأن يكون هناك ضمانات جديدة تقدم لأوكرانيا، ضمانات نحتاجها قبل أن نصبح أعضاء في حلف شمال الأطلسي وبعد أن نتجاوز هذه المنطقة الرمادية وهذا الفراغ الأمني. ما الذي يمكن أن نفعله الآن؟ يمكن مواصلة دعم أوكرانيا بقدرات دفاعية من أوروبا ومن أعضاء حلف شمال الأطلسي، وكذلك تحديد أطر زمنية لحصولنا على عضوية في حلف شمال الأطلسي. وعندما نرى تحول بلدنا إلى بلد مستقر ويكون لدينا برامج للحصول على معدات دفاعية تحمي أوروبا برمتها، نحتاج إلى مثل هذه الأطر الزمنية لصد أي عدوان على الأراضي الأوكرانية. و
كل هذه القضايا والمسائل تحتاج إلى أجوبة، وبالمقابل هناك صمت وليس هناك أجوبة على هذه الأسئلة التي نطرحها. وفي الواقع في شرق أوكرانيا ليس هناك صمت، هناك تحرك وتهديدات. آمل أن يفهم العالم برمته وأن تفهم أوروبا ما يحدث على أرض الواقع. أنا ممتن لكل الدول التي دعمتنا بتصريحات ومختلف الأشكال، ونشكر أولئك الذين تحيزوا إلى جانب الحقيقة وإلى جانب القانون الدولي. أنا لن أسمي أي دول لأنني لا أريد من أي دولة أن تشعر بالإحراج. هذه قضاياهم وهذه قضايا تخص ضميرهم، وأنا لا أعرف كيف سيتمكنون من ترجمة وتفسير أولئك الذين قتلوا اليوم من جنود أوكرانيين ومدنيين أوكرانيين. فتاة من كييف 6 سنوات و10 سنوات، فتاتان لم يعد لديهما أب وتيتمتا. وبطبيعة الحال هناك جندي قتل بذخيرة وقصف محظور بحسب اتفاق مينسك. ما هي الأجندة التي نحتاجها لوقف الحرب؟ لكن الذي كان يعرفه هو جواب عن السؤال الذي طرحته في البداية: من الذي يكذب؟ أي طرف يكذب؟ إذن نتمنى أن يرقد جندينا بسلام، وشكرا جزيلا لكم. Mr. President, you gave a very impassioned speech just now, and we'll get to it in a moment. But first, I want to ask you that I'm not sure how many people in this room expected you to make the decision to leave your country and come here today. أنت قدمت خطابا ملهما، سنعود إليه بعد قليل. أود أن أعرف كم عدد الأشخاص الذين يتطلعون أن تخرج وتغادر بلدك وتأتي إلى هنا. ما أهمية وجودك هنا، وما الذي تعرفه عن نوايا فلاديمير بوتين؟ وربما أمريكا والآخرون لا يعرفونها لأنهم يعتقدون أنه اتخذ قرارا مسبقا بغزو بلدكم. شكرا جزيلا، شكرا على هذا السؤال، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة. من المهم جدا أن نناقش القضية الأوكرانية. بالنسبة لأوكرانيا، أنا كرئيس لأوكرانيا أود أن أننا نؤمن بشراكتنا مع الغرب، وكان لدي لقاءات اليوم مع عدد من قادة وممثلي الدول الأخرى، وأود أن يطرح الناس الأسئلة ويسمعوا الأجوبة ويدركوا مدى صمود دولتنا. نحن لا نخاف، نحن منتظمون في موقفنا، لن نرد على أي استفزاز قد يجرنا إلى الحرب. لدينا لقاح قد كوناه بهذا الصدد، لا يتعلق الأمر بلقاح ضد كورونا، وإنما لقاح طورناه ضد الاستفزازات الروسية على مر السنوات. نعرف أن جنودنا قتلوا، ونعرف كيف سنرد، ولكن نحن نعرف من يقتلنا ويريد قتلنا، نعرف تلك الجماعات المسلحة، ونحن نعرف أيضا عندما يطلقون الرصاص على سكان مدنيين وهم يريدون فقط أن يستفزون حتى نرد، وحتى يبدأ تصعيد أو حتى يكون هناك رد من جانبنا بنفس السلاح. من المهم لنا أن نكون نتشارك الصفحة نفسها، والشركاء يتشاركون معنا المعلومات، ونحن ممتنون لتعاوننا الاستخباري. لكن نحن نعيش هذا
هذه الأزمة لسنوات. لا نعتقد أنه يجدر بنا أن نخاف. نحن نعرف أن هذه التهديدات فعلا عالية، لأن هناك 150,000 جندي على حدودنا. هذا تهديد كبير، لكن التهديد الأكبر هو إذا رددنا على استفزاز أو آخر. من جهة أخرى، نعتقد أن روسيا الاتحادية، وعندما نتحدث عن روسيا فإننا نتحدث عن كل الشعب الروسي، لذلك أعرف أنهم يعرفون ماذا تعنيه حرب مع أوكرانيا. نحن لمسنا وشاهدنا العديد من الاستفزازات، ونعرف أن الإعلام الروسي نشر روايات تضليلية، ولذلك علينا أن نتحلى بضبط النفس وبالهدوء، وأن نكون راشدين ونتصف بالسداد في الرأي. هل تحدثتم عن أشياء أخرى غير الجنود الذين قتلوا على يد الروس؟ نحن رأينا هذه السجلات في السابق، لكن ما مدى توتر الأزمة؟ كيف يمكن وقف هذه الأزمة؟ كيف يمكن تسوية هذه الاستفزازات أو وقفها؟ أي استفزاز هو خطير جدا. كما قلت قبل قليل، أعتقد أن السؤال الأكثر تعقيدا هو أنه عندما احتلت شبه جزيرة القرم، وعندما حدثت تلك الأعمال في دونباس، كان هناك 35,000 شخص يوجدون في تلك المناطق الحدودية. لذلك هذه الاستفزازات خطيرة جدا. إذا كان هناك إذا كانت هناك حشود تعتزم إطلاق النار على سكان مدنيين. ولذلك أنا أعتقد مع الشركاء أنه لا يجب الانجرار إلى الاستفزازات. تعرفون حدود الاتحاد السوفيتي سابقا، ومن يعرف جغرافيا هنا، جغرافيا دول البلطيق، يدرك خطورة الأمر. هناك مولدوفا ولاتفيا، وهذه الدول تعرف وتدرك جدا كيف يمكن أن يؤدي الرد على أي استفزاز. لذلك نحن نتوخى الحذر واليقظة. وإذا قارنتم ما حدث في 2014 و2015، كان هناك خسائر أكثر للأسف الشديد. وعندما تقول منابر إعلامية إن هذا الوضع هو الأسوأ، هذا غير صحيح. صحيح أن هذه مأساة لدولتنا ولأمتنا، وفي المستقبل سترون أن هذه ستكون مأساة لروسيا أيضا. كان لدينا علاقة جيدة مع روسيا، والآن لم تعد العلاقات جيدة. لكن نحن لا نتحدث عن الجيرة الآن، وإنما نتحدث عن الحرب الذي يجب تفاديها. الذي تبين بالغارات التي شنت في أماكن في دونباس وفي روستوف، هذه استفزازات، وليس هناك أي شخص يقتل أو يجرح هكذا عبثا. هم يفجرون أشياء من جانبهم وثم يطلقون. إذن هم الذين يفبركون هذه الاستفزازات ويوجهون بنادقهم على أشخاص في أرادينا. هذا هو الجنون الذي يمارس، وهذا هو الحمق الذي يفتعل. وأنا قلت هذا مرارا إلى الرئيس
روسيا الاتحادية وإلى المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل في 2019. نحن أرسلنا إشارات عديدة وكثيرة من أجل أن يكون هناك انخراط من قادة العالم وقائد روسيا حتى نجلس ونتحاور وأن يكون لدينا حوار في أي منصة يرتئيها المعنيون. نحن مستعدون لذلك. ما الهدف من قصفنا وفي الوقت نفسه اقتراح الدبلوماسية؟ أنا استفدت في جوابي وآسف. يمكن أن توقفيني في أي لحظة؟ هل يمكنني أن أسألك عن شعورك حالياً اليوم بالمقارنة مع ما كان شعورك في السابق؟ نعرف أن أوروبا وأمريكا تساندكم وتدعمكم، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت المعلومات الاستخبارية لتخبركم بالضبط بما يفعله الرئيس بوتين. أنتم قلتم أشياء مختلفة، قلتم إنه كان هناك حديث عن الخوف وأنكم لن تخافوا في جميع الأحوال. كيف تقيمون استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لاستخباراتها من أجل تثبيط بوتين عن شن حربه؟ من الصعب بالنسبة إلي أن أحكم على هذا الأمر أو أحكم على كيفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لمعلوماتها الاستخبارية. أعتقد أن هذا التشارك للمعلومات الاستخبارية كان اختيار الولايات المتحدة الأمريكية، لكنني ممتن للجهد الذي تبذله استخباراتنا وأيضا استخبارات الشركاء. أنا أثق بالاستخبارات الأوكرانية وهم يعرفون ما يجري داخل أراضينا. نحن لدينا مصادر استخبارية مختلفة ومتعددة ولدينا بيانات مختلفة ونعترض تهديدات عديدة استنادا إلى معلوماتنا الاستخبارية. ونحن نعرف أننا لا نعيش في وهم، نعرف ما قد يحدث غدا. ربما المقارنة التي أقوم بها ليس جيدة، لكن نحن لسنا مستعدين مثلا لسيناريو أن يكون هناك أكفان للروس بما في ذلك كفن للرئيس الروسي، لكن نقول إنه ما الذي سيحدث إذا نشبت الحرب غدا؟ ما الاقتصاد الذي سيكون إذا حدثت الحرب؟ عندما يقول الإعلاميون الغربيون إن الحرب ستحدث غدا وعندما تتكرر هذه الروايات فإن أوكرانيا تصبح مكانا صعبا للعيش. المستثمرون لن يريدوا أن يعيشوا في بلد كهذا، لأنه إذا ترددت الأحاديث المتداولة عن الحرب فإن هذا لن يخدم اقتصادنا. نقول يمكن لروسيا أن تقوم بشن حربها على أوكرانيا إذا أرادت بدل كثير من الحديث عن الحرب، لكن في نهاية المطاف نحن علينا أن نقيم ما الذي يحدث ونعرف كيف نرد، وعلينا أن نهضم هذه المعلومات المتداولة وننتقي الأدق منها. أنا الذي أكترث به هو ما الذي سيحدث للسكان الأوكرانيين، أولئك الذين يعيشون على الحدود، أولئك الذين يخافون ويخشون. نحن نواجه حربا هجينة من جانب روسيا، ولذلك نحن لم نستسلم ونحن نريد أن نعيش يوما تلو الآخر ونحمي أرضنا. إذا أردتم أن تساعدونا هناك أمثلة عديدة لفعل ذلك، وهناك الكثير من الأشياء الملموسة. يمكنكم أن تقدموا لنا أسلحة أكثر، يمكن أن تقووا اقتصادنا، يمكن أن تستثمروا في بلدنا، أن ترسلوا مستثمريكم إلى هنا، يمكن أن
تقدم لنا ضمانات مالية ومساعدات مالية؟ لماذا عندما نقدم المال دائما نتلقى تلك الإملاءات؟ يجب أن تقدم على الإصلاحات التالية ألف باء جيم. هل هناك دولة لديها هذا الجيش الكبير وهذه القوات على الضفة الشرقية دون أن تتلقى هذا النوع من الإملاءات والمطالبات بالإصلاح؟ أود فقط أن أضيف شيئا، وأنا آسف على مقاطعتك. كان لدينا نقاشات مع بعض القادة، وكنا نتحدث عن سياسة العقوبات، وكان هناك رؤية مختلفة حول كيفية تطبيق العقوبات عندما يحدث عدوان روسي، وقيل لنا إنه لديكم أيام معدودة وستنشب الحرب. لذلك قلت لهم إذن طبقوا العقوبات اليوم، وقيل لي سنفرض العقوبات فقط عندما تشن الحرب، وأجبت أنتم تقولون لي إن الحرب ستنشب خلال بضعة أيام، إذن ما الذي تنتظرونها؟ لا نريد فرض عقوبات بعد أن تبدأ الغارات ويبدأ القصف، وبعد أن تشتعل بلدنا وأن لا يصبح لنا أي حدود ويتلاشى اقتصادنا وتحتل دولتنا. إذن ما جدوى العقوبات في حال كهذه؟ وعندما سألناهم قيل لنا هناك أشياء عدة يمكن أن تحدث، وأهم شيء هو الإرادة. هذا ما قيل لنا. إذن أنتم تطالبون بفرض العقوبات الآن وتريدون الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الآن. إذن أنتم تحدثتم لتوكم عن رغبتكم مجدداً في عضوية حلف شمال الأطلسي، وقلتم إنكم لا تتوقعون قوات أجنبية على أراضيكم. إذن ما هو موقفكم في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي اليوم؟ للإجابة عن الشق الأول من سؤالك فيما يخص العقوبات، دعيني أقول لك الأمر لا يتعلق بفرض العقوبات اليوم، وإنما إذا فهم العالم برمته أنه غدا هناك احتمال كبير للتصعيد من قبل روسيا الاتحادية، وإذا كانت روسيا الاتحادية لن تسحب جنودها، فأعتقد أنه يجب فرض عقوبات. إذا سحبوا قواتهم في تلك الحالة لا داعي للعقوبات. أنا أتحدث عن الدبلوماسيين، أنا لا أتحدث عن دبلوماسيين فقط، أنا أتحدث عن المنطق. إذا سحبت روسيا قواتها لن نطالب بفرض عقوبات عليها، لكن إذا ما دامت تبقي قواتها يجب فرض عقوبات. فقط قائمة العقوبات، وبالنسبة لهم عندما يعرفون ما سيحدث عندما تحدث الحرب، حتى هذه المسألة لا تحظى بدعم من الحلفاء والشركاء. وأنا لدي سؤال، لماذا لا يمكنكم الحديث علناً عما سيحدث لأي طرف إذا نشبت الحرب؟ إذن في تلك الحالة السؤال هو أنه سيكون هناك شك في فرض هذه العقوبات حتى عندما تنشب الحرب. بالنسبة لسؤالك عن حلف شمال الأطلسي، نحن خضنا نقاشات عديدة مع قادة دول مختلفة، وفي الوقت نفسه أنا لدي أصدقاء عديدون من ضمن القادة العالميين وأنا لن أسميهم. أوكرانيا تحصل على الدعم صحيح، لكن أوكرانيا تحتاج ضمانات أمنية. نحن أشخاص أذكياء، نحن نفهم أن هناك العديد من المخاطر قد تنطوي على الانضمام إلى الناتو، لأنه ليس هناك إجماع لدى كل الدول التي هي عضوة في حلف شمال الأطلسي. هناك دول تتحدث عن وقت أطول. نحن فقط نقول لهم أخبرونا بالوقت الذي تحتاجونه لنسد الهوة ونصل إلى تلبية كل مطالباتكم. وقيل لنا إن الأمر لا يتعلق بساعات، ونحن
نحن نقول الآن أصبحت أرواح الأوكرانيين على المحك. نقول لهم هل نحن بعيدون عن الوصول والحصول على ضمانات أمنية؟ هل هذا منصف؟ لا أحد يدفع أي طرف. نحن في المقابل نقول إننا ما زلنا نلح على رغبتنا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ما نريده هو ضمانات أمنية. أعرف أنكم تريدون أن تذهبوا بعد قليل. لحظة رجاء، أود فقط أن استمع إلى الترجمة. هل يمكن أن نحصل على سماعات جديدة للترجمة؟ السماعات السابقة لم تكن تعمل جيدا. أنا فهمتك منذ البداية، لكن هناك بعض الأشياء المزعجة. السيد الرئيس، الولايات المتحدة الأمريكية لها استخباراتها، وأنتم قلتم لديكم استخباراتكم الخاصة. ما تفسيركم لنوايا بوتين؟ ليس هل تعتقدون أنه سيغزو ويقرر ذلك أو قرر ذلك فعلا؟ لا أعرف، لا أعرف ما الذي يريده رئيس روسيا الاتحادية، ولذلك أقترح أن نلتقي. يقال لي إنك مستعجل وتريد أن تغادر. هل كانت لك الحرية للذهاب لمغادرة بلدك ومغادرة إقامتك دون حراسة؟ إذن جوابي هو قصير. أنا واثق بأن بلدنا في أيدي أمينة، ليس فقط يدي وإنما أيدي جنودنا وأيدي مواطنينا الأوكرانيين. زيارتي إلى هنا مهمة في رأيي، وأود أن أقول إنني تناولت وجبة إفطاري في أوكرانيا وسأتناول عشائي في أوكرانيا. أنا لم أتعود على الرحيل عن أوكرانيا طويلا. شكرا جزيلا.